انا احنا في الليل البارح كشغل ربي عطانا الرحمه كشغل تحكنا. اول ما انا صمت البارح كاع النهار، ديجا كنت صايمه قبل، بصح البارح صمت زعما كليت وجمعنا مقصرين، بصح ما رقدتش الليل زعما بت على صلاه نصلي، قلت يا ربي ردري بنتي سلمى غالمه وما نتمناش حتى واحد هذا الغبينه. هي قالت لك جابوا لي عينيا مغمضين وفي لوطو، قالت لك بصح حسيت بلي تمشينا طريق طويله، قالت لك قاسوني في بلاصه خاويه، قالت لك ديك البلاصه قاعد نشوف ما لقيت حتى واحد، قالت لقيت غير واحد فايت باللوطو، قالت لك حبستها، قلت لها عمي، قالها نوصلك، وصلها عند المرشد حطها. قالت لك وصلها عند المرشد لقات واحد مع مرته رايحين، قعدت تبكي، قعدوا يقول لي هذه اللي داوها، جاب قبضها، قال لها ما تعرفي تا نيميرو ولا، قالت لها نعرف نيميرو خالتي. هي قبضوا طاكسي عيطت خالتها، هي قالوا لنا نحطوها لكم في دار البيضاء. خالتها قلت لها مشي، هي دائما يقولوا لنا تسمعناها تبكي، كي سمعناها تبكي رحنا لقيناها هي ديناها للحكومه والحمد لله. وانا بنتي لقاوها في مرشد مقيوسه وقدموها في طاكسي، جابوها حتى هنا اللي فاعل الخير الحمد لله، عيطوا لهم وجابوها لنا حتى هنا وديتها عند رجال الشرطه، والحمد لله يا ربي لقيت بنتي صحيحه، يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله يا ربي. قالوا لنا الشيرة حطوها في المرشد، وام المرشد جاء انسان فاعل خير جابها هنا للدار البيضاء، والدار البيضاء ديناها للسونترال، والشرطه راهي دير في التحقيقات تاعها فوق زعماك الحمد لله يا ربي. الكوميسير تاع السونترال لوفيسي الامن الحضاري وكاع كتفوا لك كما يقول لك التحقيقات بزاف بزاف. يا ربي الحمد لله، الحمد لله اللي ربي هداهم وطاقوا الشيرة صحيحه مشي ضايعه، نحمدوه ونشكروه ربي هداهم والله يهديهم ويحبسوا علينا هذه المشاكل، وبلادنا مليحه وبلادنا زينه وحكومتنا زينه وما عندنا ما نعيبوا في بلادنا. بلادنا وقفت وفي العقورة واقفين من الأربعة، حكومتنا راهي واقفة، ما حبسوا ما بطلوا ما، وناس رايحة وجاية علينا، نحمد الله ونشكره والله يهديهم، والله يهديهم هذو اللي ما يديروا الصوالح. أنا فرحانين ما نعملكش كيفاش رانا دايرين. أنا كلي زدنا اليوم وهذه بلادنا وهدينا شهادة وجنود وحروها، ورانا الحمد لله في بلادنا مستورين. الحمد لله يا ربي، نشكر ربي سبحانه ونشكر الدولة اللي ساعدتنا، ونشكركم انتم الصحافة، ونشكروا هذا الشعب اللي وقف معنا مسكين، ما رقد ما شور لداره ما والو، راك تشوف بعينيك الغراين مساكين ما بالقراية ما راحوش يقروا وقاعد يقروا في هذه الشيرة مسكينة، ما من نساء مساكين، الرجال الكبار الصغار، الدولة سهرة معنا، الصحافة سهرة معنا، الحمد لله يا ربي رانا الشيرة لقيناها وفي صحة جيدة، والله يخلف ويكثر خيركم. الجزائر قاع فرحانه اليوم بهذه الزعما هذه فاطمه مي جاتنا اليوم ان شاء الله، وحنا نشكروا ان شاء الله الامن الوطني اللي دار مجهود تاعه من وفى بعهده، مي قال بلي غيترجع بنتك ان شاء الله حيه، والله رجعت حيه ان شاء الله، ورانا فرحانين وهذا فرح كبير رانا دايرينه، وانا نطلب ان شاء الله السلطات هذيك دير الامن في مدارس هنا، هذا ما نطلبوا. عندنا بلادنا ورا عندنا بناتنا ولادنا، ورانا دوك دولينا دوك خافوا باش نروحوا ندوهم. هاد البنت ولات لوالديها وطفات هاد الجمره اللي كانت في قلوب والديها اللي كانوا مساكين مغبنا عليها، هاد البنت كاع غاضتنا حنايا وغاضونا بنات الجزائر كاع ولاد الجزائر اللي فقدوا ولادهم. نتمنوا من الامن ان شاء الله يسود هاد البلاد ويحافظوا لنا ويوفروا لنا الامن لاولادنا، باه امو يروحوا كي يروحوا للدراسه نحنا نكونوا مطمئنين. واليوم فرحه كبيره عند والديها الحمد لله يا ربي، الشعب كامل راه فرحان اللي لقاوها سالمة غانمة، ونطلب من السلطات تنظر لهذه القضية بعين الاعتبار، لأنها قضية راهي في تطور مستمر، والشعب كامل راه يدي ولادو للمدرسة خايف. رانا فرحانين كاع جوارين هنا، كاع جوارين رانا فرحانين اللي ولات هذه فاطمة الزهراء العائلة تاعها إن شاء الله، وإن شاء الله هذه العملية ما تزيدش تتكرر إن شاء الله.